سلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. احنا اليوم طالعين بس مش عارفين لا يا جماعه، بصراحه كنا قاعدين بالبيت ويعني ما عندنا شيء، فقلنا بدنا نطلع طلعه لطيفه خفيفه مع جد واياد وجنا وبابا، نروح نلعب بالبقيات او اللي هو شو اسمه. بس نروح هناك بتفهم شو الاشي اللي باربع عجال زي السيكل. المهم يعني مشوار خفيف لطيف، خلينا نروح نجرب نشوف ايش فيه. ويلا معنا. اذا احنا نص الفريق بسياره وريد اللي احنا اخذناها منه، جاد واياد وجنا وانا. يلا ورانا ورانا. يلا حبيب سلم. شباب وقفوا بجعب بنزين كأنه. ها شباب، الله بالخير. ها تعبي بترول بنزين. وانا ترى مثلك، بس انا عندي النص. انت شو تحت النص بشوي يعني؟ منيح نبهتك. يلا بعدين بنعمل شوية تسوق خفيف لانها ناشفة الرحلة اولها. يلا اوكي. يلا تفضل. هلا قلتوا؟ اي والله. يلا تبارك حبيبي الهلا. شم ريحة لحمة. انا شم ريحة لحمة؟ البقالات ببيعوا لحمة؟ مو ادري والله. تعال نفكر شو اساسيات الرحلة. ولا احنا مش رايحين على فكرة، رايحين نلعب بالبقيات. قهوة. اوكي. هاي سولدد. ممكن تشتري؟ ممكن تشتري. شو عصوم؟ هلا والله. تعرف تطلبه؟ لا قدام هون انت. ايش بدك؟ بدي انا كوكتيل. هون معناش غير سلاش. اوكي. المحل الثاني. اوكي. أيوة. عليك عصوم. شو اسعى منك عصوم؟ ان شاء الله ما شاء الله. هذا ايش؟ شو جناوي؟ نحلة. نحلة؟ وين رايحة؟ بطلنا نسمع. ايش ابو خالد؟ ايش ترضاها انت هاي؟ والله يعني مش عارف، بتعرف انه حبي من الله في حبي حبي من الله. عشان زفيتها بالطريق بهدلتها. لا ما هو نص الرحله معاك ونص الرحله. نص الرحله. ايوه اوكي. هلا بشوف بنراجعك كل حال. طيب يا جماعه، طلعنا الان من الاستراحه او من البقاله او من اللي هو يعني. طبعا جانا ركبت معانا. ليش جانا ركبت معانا؟ هيك نغيرها. طبعا في سبب ثاني بس مش مشكله يعني. المهم والان مكملين طريقنا ان شاء الله. يعني شو بتعمل؟ مركز السواقة. اوكي وليد وجنى، عشان اسولكم فعاليات على الطريق احكي لكم نكته؟ لا شو بدك؟ لا تسمع، سكر دينك. اوكي احكي لك. في مرة واحد اصلع دخل سباق فاز. ليش؟ لان اصلع واحد. والله حلو. سلكي كثير حلوة. حلوة سديدة. والله إذا ما عجبتك يا وليد أنزلك من السيارة هلا. حلوة حلوة. أحلى من نكتة اللي قبلها. قربنا نوصل يا جماعة. يلا نقول له باي لبابا. يلا 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 باي. وصلنا يا جماعة. ماشيين على الثمانية. ماشيين على الثمانية وعصوب كتير مستعجل. دير بالك. يعني عصوب قلل حطها على الثمانية. طبعا هي اخوان هون دائما كنا نيجي عنده السنوات الماضية. هذا الرجال الخرافي ابو احمد صاحبنا. دائما كنا هي موجودة. يا سلام البقيات. يا معلم عند ابو احمد.
موجود صح؟ شكله. يلا سيدي عند ابو احمد. يلا. حياكم. يلا. يلا وصلنا عند الحبيب ابو احمد الحين. الله يسعدك. اي والله عزيز وغالي احمد اخونا وحبيبنا. الله يسعدك يا رب. والله ذكريات يا ابو احمد الله يسلمك. ايش عصوم؟ يلا اوكي يلا روح. جادو اياد عصو جانا شو بدكم؟ اياد ما بعرف انت وجانا الحين بعدين الوليد اذا كان بده يطلع ايش عصوم يلا. ايش جادو؟ جانا هاي هاي خذ نصيحتي عمك ابو احمد يلا. يلا جاد جناوي. بعد يلا 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 جناوي عصوم تبي نجر لك؟ ولا والله انا خاف انا لا يا محمد خلاص الحين جاد يعني انت وليدك بياخذ وليد مانشي وانت بعد شنو؟ ها؟ والله شو؟ ها جناوي شلون؟ جاد جاد شوف شلون؟ حلو يلا احكي لك كذا عصام جرني جمس جد والله؟ عاد عاد لا يا مان سيارة لا ما يلا تكفى يلا والله ما اقدر والله بعدين بدون ماما صغيرة صغيرة حد ما تسوى والله ما تعرف وين احنا الحين هذا تفلون ابو خالد ايش وليد؟ شو؟ ايش معلم؟ عافية عافية أنا ما كنت عارف ليه أنا وليد هلا بناخذ لحظة حبيب البانشي يلا يلا ترجعوا سالمين وليد ما وليد ما تنجن بالله عليك وليد عن جد مو مزح عشان خلي حد يروح إخوانك هلا جيادو هلا بالبطل هلا جادو هلا هلا على السلامة شباب هلا والله بالشباب لسه ما بلش لسه ما بلش هذا يلا 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 روح تروح البانشي مع وليد جيبك على امك ما عليك ايه جيبك على ماما يلا روح سامحنا بالتركي حكن هلالد يلا روح مدير استنى شوي طلع ممكن ماسك فيه وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو ايش بابا؟ ايش؟ يعني الحياة ما بتعيدها؟ تعال اركب السيارة انا وانت انا جناوي طلع عصوم ايش؟ بطل اركب على هذا خفيف خفيف لحظة وليد لحظة لحظة وليد ما بقى ما شغل قلت له ما تطفي انا تعدي هاي ابو احمد وراك تعدي دقيقة السويتش مطفي اوكي اوكي عصوم ما في حزام امان هون؟ ما في حزام امان لا بس عادي ننقذك ان شاء الله انتبه يلا السلام عليكم السلام ورحمة الله هلا هلا من الدرايفر ايه جناوي ما بيخوف صح؟ لا بعرف ها شو عصوم؟ يلا معلم هاي شاجر صغيرة؟ هاي شاجر صغيرة يلا اسمع اسمع قريب يدوس في ايديك يدوس في يلا عصوم عافية استني مع الوالدة هلا والله والله حلو منظرها بدنا نعمل سباق مين انت ومين؟ نجيهم كلهم بدنا نعمل سباق يلا 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 انتبه بس جنى طالع دايس على الخط اعصب هلا سباق سباق
جاهز؟ جاهز. جاهز لجنة؟ جاهز. يلا جاهز؟ جاهز؟ جاهز. اسمعوا انا خليني اكلم وانتم تلحقوني. ها لا 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 ستوب. يلا انت تعالوا تعالوا. جاهزين؟ يلا 3 2 1. انتحكت مرة ذي من شاميس يمكن ورا ارجع اول ورفاية عصم مالك حلو حلو جنى حركاتها علم حلو السيارة تبع خلفي لا تفكر رباعي معلم اوكي تعود على الرباعي انت صح معك هاي درست مشي حالك بعدين يلا اوكي قول يلا شوف الناس اللي قدامك البانشي شوف الحركات يلا طبعا فاز بالسباق معنا عصومي يعني رجع اول واحد نفس نص الطريق ورجع برافو عليك عصومي السيارة العجيبة الحمال يعمل زي ما عمل؟ يعمل زي ما عمل يلا ورجيني الله 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 ما شاء الله اوعى تقلب بس اوعى تقلب اوعى تقلب انا رايح معلم هاي روح جيب لنا فيها ايس كريم وريح راسك يعطيك العافية ابو خالد والله مشوار جميل صراحة مع صاحبتك عافية جادو حلو كيف الشوفير؟ كيف الدريول؟ يلا اعطيها جاز ادعم غرز خفيف الراكب مع شكله كيف ماشي يعني انت ضحكتي علي واعطيتيني السياره الصغيره واخذتي هاي اركب اركب يا رورو خليها تسوق فيك والله كفو والله الليدر هلا انا بركب انا وياك سويك يا جنى اوكي يا جماعه هنا مروحين جنى ورا وليد بابا قدام اليوم انا دوري بالسواقه طبعا وليد سايق سيارتي كثير مبسوط مبسوط وليد مبسوط طبعا كيف السواقه حلوه اكيد حلوة. السياره حلوه طيب لا بمزح بتجنن بتجنن ما شاء الله تبارك الله حبيبي هاي باب قدام سيارتك ما هو وليد سيارتك صح